أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. وبعد، فلازلنا في قراءة هذا الكتاب، كتاب شرح غاية السول للإمام جمال الدين ابن عبد الهادي المعروف بابن المبرد. وبلغنا قول المصنف رحمه الله: والثالث من الأسئلة الواردة عليه فساد الوضع، وهو اقتضاء العلة نقيض ما علق بها، في صفحة 404. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: والثالث من الأسئلة الواردة عليه فساد الوضع، وهو اقتضاء العلة نقيض ما علق بها، نحو لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح، فلا ينعقد به النكاح كالإجارة، فيقال انعقاد غير النكاح يقتضي انعقاده به لتأثيره في غيره. وجوابه: بمنع الاقتضاء المذكور الذي اعترض به، أو بأن اقتضاءها أي العلة لما ذكره المستدل أرجح، فإن ذكر الخصم شاهداً لاعتبار ما ذكره فهو معارضة. أحسنت. قال: والثالث من الأسئلة الواردة عليه، المراد بالأسئلة كما مر معنا الاعتراضات أي القوادح، والضمير في عليه يرجع إلى القياس. الثالث من الاعتراضات الواردة على القياس فساد الوضع. وفساد الوضع أصل الكلمة، أصل هذا المصطلح فساد وضع القياس، فحذف المضاف إليه وعوض عنه بأل العهدية في المضاف، لأن وضع مضاف والقياس مضاف إليه. قال: وهو اقتضاء العلة نقيض ما علق بها. الوضع الحقيقي، الوضع الطبيعي للقياس، أن العلة تقتضي عين المعلول لا عكس المعلول، ولهذا كان من معاني القياس التسوية في اللغة، وكذلك هو في الاصطلاح تسوية بين الفرع والأصل. لما استويا في العلة ينبغي أن يستويا في الحكم، هذا هو الوضع الطبيعي للقياس. فإذا كانت علة المستدل تقتضي عكس الحكم الذي يريد إثباته في هذه المناظرة، صار وضع القياس باطلاً فاسداً، فمن هنا سمي فساد الوضع، لأن العلة ما اقتضت المعلول أي الحكم الذي يريد إثباته المستدل، وإنما تقتضي العلة عكس المعلول، ضده أو نقيضه. ففساد الوضع هو يعني بيان أن العلة في قياس الخصم تقتضي نقيض الحكم المذكور، يعني أن يبين المعترض أن علة المستدل، علة خصمه، تقتضي نقيض الحكم المذكور خلاف الحكم المذكور. بعد أن عرفه المصنف مثل له فقال: نحو لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح، فلا ينعقد به النكاح كالإجارة. هذا المثال. القياس هذا يستدل به المستدل على أن النكاح لا ينعقد بلفظ الهبة، يعني النكاح يحتاج إلى إيجاب وقبول، فلو قال زوجتك ابنتي فقال الآخر قبلت، هذا صح بالاتفاق، ولو قال أنكحتك فقال الآخر قبلت صح بالاتفاق، إذن لفظ التزويج والنكاح وردت في النصوص الشرعية فلا إشكال فيه. لكن لو قال وهبتك ابنتي
فقال الآخر قبلت، هل يعد إجابا وقبولا صحيحا ينعقد النكاح بهذا اللفظ بلفظ الهبة؟ فيه خلاف بين الفقهاء، فالشافعية والحنابلة لا يرون انعقاده خلافا للحنفية. أما المالكية توسطوا قالوا يعني لو ذكر معه المهر يصح وإلا فلا، فيصير ذكر المهر قرينة على إرادة النكاح. فالآن المستدل ماذا يقول على يعني الشافعي أو الحنبلي؟ يقول الهبة لفظ الهبة وهبتك لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح، غير النكاح من العقود كالبيع أو كالهبة أيضا. قال فلا ينعقد به النكاح كالإجارة، يعني قياسا على الإجارة. فماذا يقول له المعترض الحنفي مثلا؟ يقول انعقاد غير النكاح يقتضي انعقاد النكاح، الضمير في انعقاده يرجع للنكاح. انعقاد غير النكاح يقتضي انعقاد النكاح به. لما؟ قال لتأثيره في غيره. لتأثيره في غيره، كيف يعني؟ يعني لما كان النكاح عقدا يصح بلفظ الهبة، لما كان غير النكاح، لما كان غير النكاح عقدا صح بلفظ الهبة، فينبغي إذن أن النكاح يصح بلفظ الهبة لأنه عقد، وهذا معنى التأثير المذكور هنا. ومثاله أوضح من هذا، يعني الاستدلال غير الشافعية كالحنفية والمالكية والحنابلة على أن القاتل العمد لا يوجب الكفارة، فماذا يقولون؟ يقولون القتل العمد كبيرة جريرة عظيمة، كبيرة من كبائر الذنوب، فلا توجب الكفارة قياسا على الزنا. هذا استدلال. فيقول الخصم، يقول المخالف يعني الشافعية قياسك فاسد الوضع، لأن كون القتل كبيرة جريرة عظيمة كبيرة من كبائر الذنوب يوجب التغليظ عليه في الحكم، وإسقاط الكفارة عنه تخفيف عليه، وإيجاب الكفارة تغليظ عليه. أعيد، يعني لو قال مثلا الحنبلي مثلا القتل العمد كبيرة من كبائر الذنوب فلا توجب الكفارة قياسا على الزنا، فيقول المخالف الشافعي قياسك فاسد وضعه، لأن كون القتل كبيرة من الكبائر يوجب التغليظ عليه في العقوبة، والتغليظ عليه في العقوبة أن توجب الكفارة، بينما إسقاط الكفارة تخفيف عليه. وضح؟ طيب. قال وجوابه بعد أن عرف فساد الوضع وذكر مثاله ذكر طرق الجواب عنه كما هي عادته في القوادح السابقة والتالية إن شاء الله. قال وجوابه بمنع الاقتضاء المذكور الذي اعترض به. هذا الطريق الأول، هذا الطريق الأول من الطرق، من طرق الجواب عن قادح فساد الوضع، منع الاقتضاء المذكور الذي اعترض به الخصم. يعني يقول لا أسلم أن كون القتل العمد كبيرة يقتضي الكفارة، لأن الكفارات شرعت لتكفير الذنب، والقتل العمد أعظم من أن تكفره عتق رقبة. رأيتم كيف الجواب؟ يقول ماذا؟ أنا أمنع أو أنا لا أسلم الاقتضاء الذي ذكرته كونه كبيرا يوجب كفارة، لأن الكفارات شرعت لمحو الذنب، والقتل العمد أعظم من أن يكفره
عتق عبد من العبيد. هذا الجواب عن قادح فساد الوضع، هذا الطريق الأول. قال: أو بأن اقتضاءها أي العلة، أو بأن اقتضاءها أي العلة لما ذكره المستدل أرجح، يعني بأن يقول كونه كبيرة لا يوجب كفارة أرجح من أنه يوجب كفارة، ويقيم الدليل على رجحان ذلك، فهذا مثل هذا يصح ولا يكون خروجاً عن الغرض، لأنه لا زال في الكلام في تصحيح القياس الذي استدل به المستدل، فلا يكون خروجاً عن موضوع المناظرة، يعني لا يكون فيه انتقالاً لمسألة أخرى، ولا يكون فيه انقلاباً، لا يكون فيه انقلاب لموضوع المناظرة، فينقلب المستدل معترضاً والمعترض مستدلاً، يعني ليس فيه أي محذور من محاذير المناظرة. طبعاً نحن نقول المناظرة ونكررها في هذا المبحث لأن أكثر من يستفيد من مباحث قوادح القياس هم أهل المناظرة، وإن كان لا يخلو من فوائد يحتاجها طالب العلم عند القراءة في كتب الخلاف عند ذكر الأقيسة، القياس الذي يستدل به المستدل على مذهبه الفقهي والآخر الذي يعترض عليه. قال: فإن ذكر الخصم شاهداً، الخصم المراد به المعترض، المراد به هنا المعترض، وإلا فكلمة الخصم تطلق على المستدل وتطلق على المعترض، وفي علم البحث المناظرة يسمون المستدل يسمونه معللاً، ويسمون المعترض سائلاً، فيقولون المعلل والسائل، والأمر يسير، هذه مصطلحات يعني لا مشحة في الاصطلاح، ونحن هنا نقول المستدل والمعترض، فالمراد بالخصم هنا هو المعترض. قال: فإن ذكر الخصم شاهداً لاعتبار ما ذكره فهو معارض، فهو معارضة. يعني الآن الخصم ماذا فعل في قياس المستدل؟ بيّن أن علته تقتضي عكس الحكم الذي يريد إثباته. طيب هكذا فقط وحده يكفي في فساد الوضع، لكنه لو زاد عليه شاهداً أي دليلاً على صحة هذا الاقتضاء، اقتضاء العلة عكس المعلول، لو أقام شاهداً على ذلك انتقل الكلام من قادح فساد الوضع إلى قادح المعارضة. وهي من أشهر القوادح، لأن كل القوادح تقريباً ترجع إلى منع أو معارضة، بأن يقول مثلاً: والشاهد على أن الكبيرة، يعني هو ماذا قال في الاعتراض أولاً في فساد الوضع؟ قال: علتك وهي كون القتل جريرة عظيمة وكبيرة من كبائر الذنوب، هي تقتضي عكس ما تريد إثباته، هي تقتضي أن نوجب عليه الكفارة لا أن نرفعها عنه، والشاهد على ذلك الظهار، فإن الظهار كبيرة من الكبائر لقوله تعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، فهو كبيرة ومع ذلك أوجب الله عليه الكفارة. الآن ماذا صار الآن؟ كلام المعترض الآن ماذا صار؟ صار قادح معارضة، عارض قياس المستدل بقياس آخر، قاس محل النزاع وهو القتل العمد على الظهار، والجامع كون كل منهما إثم عظيم، إثما عظيما، والحكم وجوب الكفارة. نعم تفضل. قال رحمه الله: وذكر بعضهم فساد الوضع قسمين، أحدهما أن لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم، كأن يكون صالحاً لضد ذلك الحكم أو نقيضه،
الثاني كون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم، وإن جوابهما بتقرير كون الدليل كذلك. أحسنت. يقول وذكر بعضهم فساد الوضع قسمين، جعل بعض الأصوليين فساد الوضع على قسمين. القسم الأول ألا يكون دليل المستدل على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم، وهو الذي نعبر عنه بكلمة الوضع، وضع القياس، يعني الوضع الطبيعي للقياس، الوضع الذي ينبغي أن يكون عليه القياس ليس كذلك في قياس المستدل، لأن علته أثبتت عكس ما يريد، فصار الدليل على الهيئة غير الصالحة لاعتبار الحكم، لأنها ما تثبت الحكم إنما تثبت عكس الحكم. كأن يكون أي دليله صالحاً لضد ذلك الحكم أو نقيض ذلك الحكم. النقيض مر معنا في الأمثلة، ومثال الضد ما لو قال المستدل الزكاة شرعت لدفع حاجة الفقير فيحل تأخيرها، يحل أداؤها على التراخي قياساً على الدية على العاقلة، فإن الدية على العاقلة تجب على التراخي. فيقول المعترض قياسك فاسد الوضع، لأن كون الزكاة شرعت إرفاقاً بالفقير يقتضي تحريم التأخير، فهنا يقول تحريم والمستدل يقول يحل، والتحريم ضد التحليل. قال الثاني، طبعا التفسير القسم الأول الذي ذكره بعض الأصوليين في فساد الوضع هو الذي سبق معنا، هو الذي مر معنا في تعريف فساد الوضع. أما الثاني فسوف نقرأه وننظر ماذا يسمى. قال كون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم، من يعرف ماذا يسمى هذا؟ هاي شيخ، يعني قلنا القسم الأول هو فساد الوضع الذي سبق أن شرحناه آنفا، الثاني كون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم، ماذا يسمى هذا؟ فساد اعتبار. ها؟ فساد اعتبار. أحسنت، فساد الاعتبار، هذا الذي سميناه من قبل قادح فساد الاعتبار، لأن فساد الاعتبار كما مر هو مخالفة القياس لنص أو إجماع، نعم، لآية أو حديث أو إجماع. قال كون الجامع أي العلة ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم، يعني مخالفة الحكم المذكور في القياس، والشاهد لهذه المخالفة نص أو إجماع، آية أو حديث أو إجماع. لكن لا شك أن الفصل بين القادحين هو أولى، يعني الأولى ألا يكون هناك اشتراك عرفي خاص في المصطلحات، الأولى هو ليس لزاما، لكن الأولى أن يفرد كل قادح باسم خاص، فيسمى هذا الذي جعله ثانيا يسمى فساد الاعتبار، والأول يسمى فساد الوضع، وإن كان بينهما تقارب فلا يضر. قال وإن جوابهما، ضمير التثنية يرجع للقسمين، يعني طريقة الجواب عن القسمي فساد الوضع بتقرير كون الدليل كذلك، يعني يجاب بأن دليلي، يعني يقول المستدل دليلي صالح لاعتبار الحكم المذكور، يعني ما يسلم يمنع، بل يقول دليلي صالح لاعتبار الحكم الذي ذكرته، وذلك بأن يكون للحكم جهتان، الجهة الأولى نظر إليها المعترض ورآها أرجح فاعترض على قياس خصمه، والجهة الثانية هي التي نظر إليها المستدل ورآها أنها أرجح ولذا بنى عليها الحكم، وقد سبق بيان هذا
عند ذكر الأجوبة عن قادح فساد الاعتبار. نعم تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: الرابع من الأسئلة الواردة عليه المنع، وهو منع حكم الأصل، كقول الحنفي: الإجارة عقد على منفعة فتبطل بالموت كالنكاح، فيقال له: النكاح لا يبطل بالموت بل ينتهي به ولا ينقطع به المستدل على الأصح، اختاره أكثر أصحابنا وغيرهم لتوقف القياس على ثبوت حكم الأصل، وقيل ينقطع لانتقاله، أي الانتقال عن إثبات حكم الفرع الذي هو بصدده إلى غيره، وقيل يكون قطعاً له إن كان ظاهراً، اختاره أبو إسحاق الإسفرائيني. أحسنت. يقول نعم، أكمل يا زيد، لا بقي شيء قليل في نعم. هذا القادح. نعم. وله أي المستدل إثباته بطرقه، ومنع وجود المدعي عليه في الأصل. طيب أصلح الخطأ، ومنع وجود المدعى علة، الخطأ في الكلمتين، المدعي تصير المدعى، اقلب الياء ألفا، ألف مقصورة، يعني احذف النقطتين، بدل وجود المدعي يصير وجود المدعى، وكلمة عليه هي كلمة علة تحرفت، منع وجود المدعى علة. نعم تفضل. وله أي المستدل إثباته بطرقه، ومنع وجود المدعى علة في الأصل، فيثبته حسًا أو عقلًا أو شرعًا بدليل أو وجود أثر ولازم له، ومنع عليته ومنع وجودها في الفرع فيثبتهما بطرقهما. أحسنت. هذا الرابع وهو من أشهر قوادح القياس قادح المنع، فقال المصنف رحمه الله: الرابع من الأسئلة الواردة عليه، أي على القياس، المنع، ثم قال: وهو منع حكم الأصل. ظاهر العبارة كما اعتدنا من المصنف أنه يعرف بعد أن يذكر المصطلح، بعد أن يذكر اسم القادح يعرفه، لكن هذا في الحقيقة ليس تعريفا، هنا المصنف ما عرفه فيما يظهر، وإنما هو شروع في بيان أنواعه، أنواع قادح المنع، أو تقول أقسام قادح المنع. فقوله وهو منع حكم الأصل، هذا الأول، أن يمنع المعترض الحكم في الأصل المقيس عليه في قياس المستدل، هذا الأول. أين الثاني؟ من يستخرج الثاني؟ نعم، الثاني عند أي عبارة؟ ها؟ لا، الثاني، النوع الثاني، القسم الثاني، انظر في الصفحة التي تليها. ها؟ منع. لا، الثاني كيف؟ أحسن، الثاني ومنع وجود المدعى علة، هذا ضعوا عليه رقم 2، هذا هو القسم الثاني من أقسام قادح المنع. طيب والثالث؟ ومنع عليته. نعم، ومنع عليته هذا رقم 3، والرابع؟ نعم أحسنت، ومنع وجودها هذا هو الرابع، وسوف يأتي الكلام عليها تفصيلا إن شاء الله. فنعرف بهذا أن أقسام قادح المنع 4: منع الحكم في المقيس عليه، والثاني منع وجود العلة في المقيس عليه، والثالث منع العلة نفسها، يعني منع الوصف المذكور أن يكون علة صحيحة، والرابع منع وجود العلة في الفرع. فصارت الأقسام 4.
ولو أردنا أن نعرف قادح المنع بتعريف يجمع الأربعة يمكن أن يقال قادح المنع هو تكذيب دعوى الخصم بعدم تسليم حكم الأصل، تكذيب دعوى الخصم بعدم تسليم حكم الأصل أو العلة في قياسه أو منع وجودها في الأصل أو الفرع. إذن قادح المنع هو تكذيب دعوى الخصم بعدم تسليم حكم الأصل أو العلة في قياسه أو منع وجودها أي العلة في الأصل أو الفرع، فيكون التعريف شاملاً للأقسام الأربعة لقادح المنع. إذن الأول من أنواع أو من أقسام قادح المنع هو منع حكم الأصل. القياس يقوم على أربعة أركان كما لا يخفى عليكم: أصل مقيس عليه، وفرع مقيس وهو صورة النزاع، وعلة جامعة، وحكم يراد إثباته. ولا يكون القياس صحيحاً إلا باستكمال أركانه. القياس بنيان يقوم على أربعة أركان، ومن ثم فإذا سقط ركن من الأركان الأربعة سقط القياس، لم يصح القياس. فلهذا اعتبر القدح في أي واحد من الأربعة يعتبر قدحاً في القياس. قال: المنع وهو منع حكم الأصل، كقول الحنفي: الإجارة عقد على منفعة فتبطل بالموت كالنكاح. فيقول له، يعني يقول له المالكي أو الشافعي أو الحنبلي: النكاح لا يبطل بالموت بل ينتهي به. الآن ماذا قال المستدل؟ يستدل على أن الإجارة تبطل بموت أحد المتعاقدين المؤجر أو المستأجر. فماذا يقول المستدل على هذه الدعوة؟ الإجارة عقد على منفعة فيبطل بالموت قياساً على النكاح. الآن المقيس عليه ما هو؟ النكاح. فيأتي الخصم فيقول: النكاح لا يبطل بالموت، إنما ينتهي، يقال ينتهي بالموت. أما البطلان ما يقول أنه بطل بالموت، ولهذا بعض أحكام النكاح تستمر بعد الموت. أوضح منه أن يقال في مسألة الخل: هل يزيل النجاسة لو رأى نجاسة على ثوبه أو بدنه أو موضعه الذي يعيش فيه فأزاله بخل، هل يزول؟ مسألة خلافية، فالحنفية يجوزون هذا والجمهور يمنعون. فإذا قال حنبلي مثلا أو مالكي أو شافعي، لو قال: الخل مائع لا يرفع الحدث فلا يزيل النجس، قياسا على الدهن، الخل مائع لا يزيل لا يرفع الحدث، يعني ما يستطيع أن يتتوضأ به أو تغتسل، الخل مائع لا يرفع الحدث فلا يزيل النجاسة، قياساً على الدهن، يعني قياساً على الزيت. فيقول الحنفي، الخصم المعترض يعني، يقول: أنا أمنع، أو يقول: أنا لا أسلم. الكلمتان اللفظان يعني سيئان، أن يقول أنا أمنع أو يقول أنا لا أسلم. أنا أمنع الحكم في الأصل المقيس عليه، لأن عندي أن الدهن يزيل النجاسة. وضح الاعتراض؟ ماذا يقول المعترض؟ أنا أمنع الحكم في المقيس عليه، ما هو المقيس عليه؟ الزيت الدهن. كيف يمنعه؟ يقول: أنا يعني أنا لا أسلم، لأن عندي من مذهبي أن الزيت أيضا يزيل النجاسة، يرفع الحدث، لأنه يعني يشترط في المناظرة يعني اتفاق الخصمين على الحكم في المقيس عليه، ولهذا يستطيع أن يمنع
المعترض يستطيع أن يمنعه يقول ما أسلم قياسك لتقيس على شيء أنا أخالفك فيه أصلا. فيشترط الأصوليون يذكرون أن من شروط صحة المناظرة أن يكون الأصل المقيس عليه إما مجمعا عليه أو متفقا عليه بين الخصمين في المناظرة على الأقل. قال ولا ينقطع شروع في مسألة عنوانها هل للمنع جواب أو ليس له جواب فيحصل الانقطاع، هذا عنوان المسألة. المنع يعني منع حكم الأصل المقيس عليه هل له جواب أو ليس له جواب فيحصل الانقطاع بذكره. إذا أورد المعترض على المستدل منعاً للأصل المقيس عليه انقطع، والانقطاع مصطلح عند أهل المناظرة وهو العجز، يعني عجز المستدل عن بلوغ غرضه من المناظرة، وإن شئت قلت عجزه عن إقامة الحجة، يعني يصير عاجزا عن إثبات مدعاه، هذا معنى الانقطاع. قال ولا ينقطع به المستدل على الأصح اختاره أكثر أصحابنا وغيرهم. نعم الأمر كما ذكر المصنف هو الأصح عند الحنابلة وهو مذهب أكثر العلماء أنه لا ينقطع المستدل إذا اعترض عليه خصمه بقادح المنع منع حكم الأصل المقيس عليه. طيب لما لا ينقطع وقد اعترض على الأصل المقيس عليه ويفترض أنه ببطلان الركن ركن من أركان القياس يبطل القياس؟ فماذا قال؟ لتوقف القياس على ثبوت حكم الأصل، لتوقف القياس على ثبوت حكم الأصل الذي يظهر والله أعلم أن هذا التعليل إنما هو لأهل المذهب الثاني القائلين بأن الاعتراض بقادح منع حكم الأصل المقيس عليه يحصل به انقطاع، هم يعللون بهذا التعليل بعينه، يقولون لأن القياس يتوقف على ثبوت حكم الأصل وقد ظهر بهذا القادح أن حكم الأصل لم يثبت، فحينئذ ينقطع المستدل. وإنما الصواب أن يقال في التعليل والله أعلم إن منع مقدمة من مقدمات القياس لا تعني انقطاع المناظر، لأنه يمكن إثبات الحكم بدليل آخر. يعني الآن هو اعترض على ماذا؟ على الحكم المقيس عليه وهو قولنا مثلاً قياساً على الدهن. طيب يستطيع أن يغير هذا المقيس عليه إلى صورة أخرى يقع عليها الاتفاق بين الاثنين، وحينئذ لا يحصل الانقطاع. يعني الآن الذي صنعه المعترض هو أنه أنكر مقدمة من مقدمات القياس، وإنكار مقدمة من مقدمات القياس لا تعني بطلان القياس كسائر المقدمات، فإنه لو اعترض على العلة لم يحصل الانقطاع لأنه يستطيع أن يثبت مدعاه بقياس آخر فيه علة أخرى. كذلك الحكم المقيس عليه يستطيع أن يقيسه على أصل آخر يقع عليه الاتفاق. قال وقيل ينقطع، هذا المذهب الثاني، البعض الأصوليين قلة من الأصوليين ذهبوا إلى أن قادح منع الحكم الأصل المقيس عليه يحصل به انقطاع المستدل وبذلك تنتهي المناظرة بينهما. لما؟ قال لانتقاله، قال أي الانتقال عن إثبات حكم الفرع الذي هو بصدده إلى غيره، هذا المذهب الثاني، دليل المذهب الثاني. كيف الانتقال؟ يعني لو صح للمستدل
لو صح معنى هذا الاستدلال، لو صح للمستدل أن يجيب عن منع الحكم في المقيس عليه لاحتاج أن يناظره في المقيس عليه، فيتركون مسألة الخل هل تزيل النجاسة إلى مسألة الدهن هل تزيل هل يزيل النجاسة، فيتركون ما عليه ما هو موضوع المناظرة. يعني انعقدت المناظرة لأي شيء؟ لمسألة أن الخل هل يزيل النجاسة أو لا، فيتركونها وينتقلون إلى مسألة جديدة وهي أن الزيت هل يزيل النجاسة أو لا، فيرجع المستدل يستدل على هذا الأصل المقيس عليه ويصير كأنه هو موضوع المناظرة، ويرجع المعترض ويعترض عليه ويتركون أصل المسألة، والانتقال ممنوع في المناظرة، الانتقال ممنوع في المناظرة، وإلا لانتشر الكلام، يصير يأتي إلى مسألة الزيت ويقيم الدليل على صحة إزالة على عدم صحة إزالة النجاسة بها، فيأتي المعترض فيعترض على دليله في المقيس عليه بأن يذكر مثلا المرق، المرق هل يزيل النجاسة أو لا، فيرجع الخصم ويقول لا أسلم لأن المرق عندي لا يزيل، عندي يزيل النجاسة، ثم يتركون هذا الأصل إلى أصل آخر وينتشر الكلام وينسى أول الموضوع، فلهذا يمنع أهل المناظرة الانتقال، يعني الانتقال عن موضوع المناظرة إلى مسألة أخرى. قال وقيل هذا شروع في المذهب الثالث في المسألة، وقيل يكون قطعاً له يعني انقطاعاً، يكون يعني انقطاع المستدل، يكون قطعاً له أي المستدل أي قطع حجته ومن ثم انتهاء المناظرة إن كان ظاهراً. طبعاً الكلام كما قلنا في هذا الكتاب على الاختصار، يعني إن كان ظاهراً يحصل به الانقطاع وإن كان خفياً لم يحصل به الانقطاع. طيب ما معنى الظهور وما معنى الخفاء؟ أولاً الضمير يرجع لماذا؟ إن كان ظاهراً وإن كان خفياً، أحسنت يعني أحسنت، يعني يرجع إلى منع الحكم في المقيس عليه عند الخصم، يعني أن المعترض يمنع الحكم في المقيس عليه أصلاً، فهذا المنع إما أن يكون ظاهراً وإما أن يكون خفياً. ومعنى الظهور أي شيوع هذا الحكم بين أهل العلم، فمثله لا يخفى على المتناظرين، وعكسه الخفاء، الخفاء يعني عدم شيوع مذهب الخصم في الأصل المقيس عليه، فلهذا قاس عليه المستدل لظنه أنه يسلمه ولا يعترض عليه. وبناء على هذا نعرف حجة أصحاب المذهب الثالث القائلين بهذا التفصيل بهذا التفريق بين الظاهر وبين الخفي، وهو أن الظاهر لا يخفى على مثله، يعني مذهب مخالفه في الأصل المقيس عليه لا يخفى على المستدل، وحينئذ فذكره يعني القياس عليه وهو يعرف أو يغلب على ظنه أن الخصم يمانع فيه يعد تفريطاً منه، كيف يقيس على أصل يعرف أن خصمه لا يسلمه أصلاً ويمنعه. وأما الخفي إذا كان أمراً خفياً، يعني مذهب الخصم في الحكم المقيس عليه إذا كان خفياً، فإن الغالب أن هذا المستدل حين استدل وقاس على هذا الأصل أنه خفي عليه، وحينئذ يكون معذوراً حين قاس عليه لا يكون مفرطاً. وهذا المذهب كما ذكر المصنف رحمه الله هو مذهب أبي إسحاق الإصفرايني الفقيه الشافعي
المعروف المتوفى سنة 418 هجرية رحمه الله تعالى، وهو المسمى بالأستاذ الذي يسميه الشافعية في كتبهم الأصولية الأستاذ. مثال الظاهر، لو قال المستدل لا يقتل الحر بالعبد لأجل التفاوت بينهما قياساً على المسلم يقتل الذمي، إذا الآن ماذا يقول المستدل؟ المالكي أو الشافعي أو الحنبلي في مسألة هل الحر يقتل بالعبد أو لا، فيها مسألة فيها خلاف، فالأكثرون لا يرون أنه يقتل به خلافا للحنفية. فماذا يقول المستدل؟ يقول لا يقتل الحر بالعبد لأجل التفاوت بينهما قياسا على المسلم إذا قتل الذمي، فإنه لا يقتل به لأجل التفاوت بينهما. الآن الأصل المقيس عليه ما هو؟ المسلم لا يقتل بالذمي، وهذا المذهب هل يسلمه الخصم أو يمنعه؟ الحكم يعني الحكم في المقيس عليه، هل يسلم به الحنفية؟ لا يسلمون به، ومذهبهم في هذا مشهور حتى صارت هذه المسألة من أشهر مسائل علم الخلاف. فمثل هذا لا يخفى، يعني في الغالب أنه لا يخفى على العالم المجتهد المناظر، فذكره تفريط وتضييع للمناظرة، يعني تضييع لوقتها، يستدل بشيء وهو يعرف أصلاً أن الخصم سوف يقول بكلمة واحدة أنا لا أسلم الحكم في المقيس عليه لأن عندي أن المسلم يقتل بالذمي، هكذا يقول الحنفي. ومثال الخفي، ما لو قال المستدل في صوم رمضان هو صوم واجب فيجب تعيين النية فيه، هو صوم واجب فيجب تعيين النية فيه، يعني لابد أن يعين النية من الليل قياساً على القضاء، يعني قضاء رمضان، فإن المستدل في هذا يعذر مع أن المخالف وهم الحنفية يمنعون الحكم في المقيس عليه، وعندهم أن القضاء أيضاً لا يشترط له تعيين النية، لكنه مذهب خفي لم يشتهر اشتهار المسألة الأولى، وحينئذ يقبل من المستدل أن يستدل بهذا القياس، ولا يعتبر الاعتراض عليه بالمنع لا يعتبر انقطاعاً، هكذا قال أبو إسحاق الأصفرايني رحمه الله. ولكن الحقيقة أن ضبط الخفاء والظهور فيه عسر، لأن هذا يختلف من مجتهد إلى مجتهد، ومن بقعة من الأرض إلى بقعة، ومن كتاب إلى كتاب، فما يدرينا أن هذه المسألة يعني ظاهرة للمستدل أو أنها خفية عنه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وله أي للمستدل إثباته بطرقه. الضمير في إثباته، في كلمة إثباته، يرجع إلى المستدل، إلى حكم الأصل عفوا، يعني وللمستدل إثبات حكم الأصل بطرقه الدالة عليه. وله أي للمستدل أن يثبت حكم الأصل المقيس عليه بطرقه. كيف يقول؟ تذكرون مثال لا يقتل الحر بالعبد لأجل التفاوت قياساً على المسلم يقتل بالذمي، فيرجع المستدل ويقول يعني أنا الحكم في المقيس عليه صحيح، أنا قست على شيء صحيح، طيب ما دليل صحته؟ فتقول ثبت بطريق شرعي صحيح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر، وهذا عام يتناول الذمي والمعاهد وغيرهما. وتلاحظون أن نعم تفضل بطرقه، يعني بالطرق الدالة عليه،
بطرقه المعتبرة فيه، هذا المعنى، يعني بالطرق الصحيحة التي تعتبر في إثبات الأحكام كالكتاب والسنة، أو أن يدعي إجماعا سكوتيا مثلا أو نحو ذلك. وهذا الذي ذكره المصنف هو بناء على مذهب الجمهور القائلين بأنه لا ينقطع المستدل حين يعترض عليه المعترض بقادح منع الحكم في المقيس عليه، وإلا فالأصحاب المذهب الثاني لن يسلموا هذا الجواب، لأنهم يقولون بالانقطاع ولأنهم يرون هذا انتقالا. قال: ومنع وجود. كلمة منع وجود كان ينبغي أن تكون من أول السطر حتى يمنع اللبس، وحتى يعرف القارئ أن هذا شروع في شيء جديد، وهو القسم الثاني من أقسام قادح المنع. قال: ومنع وجود المدعى علة في الأصل، يعني منع وجوده في الأصل، لا يمنع المدعى علة، لا يمنع عليته، إنما يسلم بها، لكن يقول العلة غير متحققة في الأصل المقيس عليه، وينبغي في العلة أن تثبت أولاً في الأصل المقيس عليه، ثم بعد ذلك يحقق مناطها المجتهد فيثبت هذه العلة في الفرع، فإذا ثبتت العلة في الفرع ثبت الحكم معها، ينتقل الحكم معها. فإذا القسم الثاني منع وجود العلة في الأصل المقيس عليه. مثاله لو قال الحنفي مثلا: الكلب حيوان يغسل الإناء من ولوغه سبعا فلا يطهر بالدبغ، قياسا على الخنزير. نعم، عيد. يقول: الكلب حيوان يغسل الإناء من ولوغه فيه سبعا فلا يطهر جلده بالدبق، لا يطهر جلده بالدباغ، قياسا على الخنزير. هذا يعني يقوله المستدل على أن الكلب لا يطهر جلده بالدبق. فيقول المعترض: العلة ما هي العلة أولا حتى نعرف الجواب؟ العلة الجامعة هنا ماذا؟ الغسل، غسل الإناء من ولوغ هذا الحيوان سبع مرات. فيقول: هذه العلة أنا لا أسلم، يعني أنا أمنع وجود العلة في الأصل المقيس عليه. ما هو الأصل المقيس عليه؟ الخنزير. نعم، الخنزير إذا ولغ في الإناء. فيقول: لأن عندي أن الخنزير إذا ولغ في الإناء لا يغسل الإناء من ولوغه سبعة، ويكفي هذا، يكفي في القدح في القياس بهذا. قال: فيثبته حسا أو عقلا أو شرعا بدليل أو وجود أثر ولازم له. ما معنى هذا؟ يعني فطريق جوابه أن يثبته، يعني فالطريق في جواب هذا القسم من أقسام المنع أن يثبته. يثبت ماذا؟ يثبت وجود العلة. نعم، العلة، الوصف، يعني هذا المدعى علة، ولهذا ذكر الضمير المدعى علة مذكر. فيثبت المدعى علة، يثبته بماذا؟ بالحس أو العقل أو الشرع. وكان ينبغي المصنف أن يضيف رابعا وهو العرف، فيثبت المدعى علة بطريق الحس إن كان يمكن إثباته حسا، أو بطريق العقل، أو بطريق الشرع، أو بطريق العرف. مثال العقل: لو قال المستدل: النبيذ مسكر فيحرم شربه، قياسا على الخمر. النبيذ مسكر فيحرم شربه قياسا على الخمر. فلو فرض، يعني أن الخصم
منع وجود العلة في المقيس عليه وهو الخمر أو فرض هذا، فإنه يثبت وجوده فيه بطريق العقل. يقول قد رأينا بطريق العقل أن من يشرب الخمر يعني يسكر، ولهذا لو أفاق الشخص من إغماء أو سكر أو غيرهما سوف يعرف أن سبب إغمائه هذا هو ماذا، هل هو مرض أو سكر أو غيرهما، إذن العقل يشهد بهذا. مثال الحس، مثال الحس، لو قال المستدل الجوعان القاضي الجوعان جوعا شديدا لا يقضي بين اثنين قياسا على الغضبان لعلة جامعة وهي تشويش الفكر، فلو فرض يعني لو فرض أن خصما قال أنا لا أسلم العلة في الأصل المقيس عليه وهو الغضبان، لا أسلم أنه يحصل له تشويش الفكر، فيقال بل يحصل له بطريق الحس، فإننا نشعر كلنا أن من يعتريه الغضب الشديد يتشوش فكره، فلهذا قد يضرب غيره، يبطش به، أو يقتله، أو يطلق زوجته، أو غير ذلك، أليس كذلك؟ بطريق الحس. ومثال الشرع ما لو قال المستدل الفأرة طاهرة لتطوافها في البيت قياساً على الهرة، الفأرة يكثر طوفانها في البيت فتكون طاهرة قياساً على الهرة، فيأتي لو فرض يعني أن المخالف قال لا أسلم وجود العلة في المقيس عليه وهو الهرة، فنقول بل هو موجود فيه العلة وهو التطواف موجود في المقيس عليه وهو الهرة، والدليل على هذا هو الشرع وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ومثال العرف ما لو قال المستدل يجري الربا في بيع العدس بالعدس، يجري الربا في بيع العدس بالعدس لأنه مكيل فيجري فيه الربا قياساً على بيع البر بالبر، فلو قال الخصم أنا أمنع وجود العلة في المقيس عليه وهو البر والعلة هي الكيل، فيقال بل الكيل موجود في الأصل المقيس عليه. طيب والدليل؟ الدليل على هذا هو العرف، فإن عرف الناس من قديم أنهم إذا تبايعوا البر الشراء والبيع في البر يحصل بماذا؟ بالكيل، وعلى هذا تعارف الناس. قال ومنع عليته، هذا نعم هو هذا أثر من أثاره، يعني الغضبان مثلا يحصل له أثر يدل على تشويش الفكر وهو أنه يعني يصيح ويتحرك حركة غير معتادة، وكذلك شارب الخمر يحصل له أثر وهو أنه يقلب العاقل إلى مجنون، وهكذا. نعم هذا يلازمه، يعني لا ينفك الكيل عن البر ولا البر عن الكيل، ولا ينفك السكر عن الخمر ولا ينفك الخمر عن السكر، متلازمات. نعم أي لا يعني بأي طريق يقصد، بأي طريق يشهد بأن هذه العلة موجودة في الأصل المقيس عليه، وهذا الطريق لا يشترط له الشرع فقط بل يكفي فيه الحس أو العرف أو العقل، كلها تشهد بأن هذه العلة موجودة في الأصل المقيس عليه كما مثلنا يعني. نعم قال ومنع عليته، هذا ماذا؟ رقم كم؟ ثلاثة. نعم هذا القسم الثالث من أقسام قادح المنع، يعني الضمير في عليته يرجع إلى الوصف المدعى علة، يعني أن يمنع المعترض
كون الوصف المذكور في قياس المستدل يمنع كونه علة، فيقول لا أسلم العلة التي ذكرتها ليست صحيحة، يعني ما ذكرته علة ليس بعلة. ومثال ذلك ما لو قال المستدل في مسألة البكر البالغة العاقلة هل تزوج نفسها، لو قال البكر البالغة امرأة بكر فتجبر في النكاح قياساً على البكر الصغيرة، يقول هذه المرأة بكر فتجبر في النكاح قياساً على البكر الصغيرة، فيقول المعترض الآن أولاً ما هي العلة حتى نفهم الاعتراض؟ البكارة، يعني كونها بكراً يقتضي جواز إجبارها في النكاح، فيقول المعترض لا أسلم، أو يقول أنا أمنع أن البكارة هي علة ولاية الإجبار، بل العلة في ولاية الإجبار في النكاح هي الصغر، الصغر كون المرأة صغيرة، فيكفي هذا، يكفي في القدح في قياس خصمه أن يمنع المدعى علة، أن يمنع كونه علة لا يسلمه. إذن كما يمنع حكم الأصل المقيس عليه يمنع علته أيضا، والأمر يعني سواء لأن العلة حكم شرعي، فإن منع علة الأصل أو منع حكم الأصل فهما سواء فيكون معتبرا مقبولا منه، ولهذا عد قدحا في القياس. قال ومنع وجودها في الفرع، تفضل. الضمير في وجودها يرجع إلى ماذا؟ للعلة. وقوله ومنع شروع في القسم الأخير، القسم الأخير القسم الرابع من أقسام قادح المنع، منع وجود العلة في الفرع، يعني منع ما نسميه نحن تحقيق المناط، لأن تحقيق المناط هو أن يتحقق المجتهد من وجود العلة علة الأصل في الفرع، يعني في صورة النزاع، فإذا منعها المعترض بطل القياس، لأن القياس يحصل بانتقال علة الأصل إلى الفرع فيحصل انتقال حكم الأصل للفرع، فإذا لم توجد العلة أصلاً في الفرع لن يوجد الحكم، لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. مثال ذلك ما لو قال المستدل في مسألة الاستئجار في الحج، نستأجر شخصاً يحج عن الميت، لو قال الحج عمل يفعله الغير عن الغير فجازت فيه الإجارة قياساً على الخياطة، يقول الحج عمل يفعله الغير عن الغير فجازت فيه الإجارة، يستأجر من يحج قياساً على الخياطة، فإن الخياطة عمل يفعله الغير عن الغير، بدل ما يخيط هو ثوبه بنفسه يعطي الخياط، فتجوز فيه الإجارة أن يستأجر من يخيط له ثوبه. فماذا يقول المعترض؟ لا أسلم أن الحج يجوز أن يفعله الغير عن الغير. الآن ما الذي منعه؟ العلة أول ما هي حتى نفهم القدح؟ كونه عملا يفعله الغير عن الغير. طيب والفرع؟ الفرع ما هو الذي يريد إثباته هنا المستدل؟ إن الحج، نعم. فيأتي المعترض ويقول لا أسلم أن العلة وهو كونه يفعله الغير عن الغير موجودة في مسألة الحج، لأن الحج لا يجوز أن يفعله الغير عن الغير، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. طبعا الغرض كما قلنا في الأمثلة هو أن تستبين القاعدة فقط، أما كون الاعتراض صحيحا أو ليس صحيحا وكون الذي الحكم الذي يثبت بقول المستدل صحيحا أو لا فليس هذا الغرض، الغرض هو ضرب المثال. قال فيثبتهما
بطرقهما. الضمير التثنية يرجع إلى ماذا؟ أحسنتم، إلى العلة وإلى وجودها في الفرع، لأنه كما رأيتم في الثالث لم يذكر الجواب، أخر الجواب إلى بعد الرابع، فذكر جواب الثالث والرابع معا، فيكون معنا فيثبت المستدل كون الوصف علة صحيحة ويثبت تحققها في الفرع، يثبتهما بطرقهما. بطرقهما، والطرق مرت معنا، النص والإيماء والإجماع والدوران والمناسبة ما سبق معنا، فيقول ثبتت هذه العلة بطرق صحيحة عندي وتحققت عندي في الفرع. نعم. قال الخامس، نعم تفضل. قال الخامس من الأسئلة الواردة عليه التقسيم، وهو وارد عندنا وعند الأكثر، ومحله قبل المطالبة، لأنه منع وهي تسليم، وهو مقبول بعد المنع بخلاف العكس، وهو حصر المعترض مدارك ما ادعاه المستدل علة وإلغائه ما ادعاه عليه جميعه، وشرطه صحة انقسامه أي ما ذكره المستدل إلى ممنوع ومسلم، وإلا كان مكابرة، وحصر الجميع والمطابقة لما ذكره، فلو زاد عليه لكان مناظرا لنفسه لا للمستدل. وطريق صيانة التقسيم أن يقال للمستدل إن عنيت بما ذكرت كذا وكذا فمسلم، وإلا أي وإن عنيت غيره فممنوع. مثاله في الصحيح في الحضر وجد السبب بتعذر الماء، وجد السبب بتعذر الماء فجاز التيمم، فيقول المعترض السبب تعذره مطلقا أو في سفر أو مرض، الأول ممنوع فهو منع بعد تقسيم، وجوابه كالاستفسار. أحسنت. هذا القادح الخامس من قوادح القياس، فلذا قال الخامس من الأسئلة الواردة عليه أي على القياس، وقلنا من قبل أن القوادح تسمى أسئلة وتسمى اعتراضات وقوادح. قال التقسيم، وهو وارد عندنا وعند الأكثر، يعني بدأ يعني العادة أنه يعرف ثم يمثل ثم يذكر الحكم، لكن هنا ذكر حكمه ثم ذكر موضعه من الأسئلة ثم عرفه، لكن الأمر يسير. فقال وهو وارد عندنا وعند الأكثر، يعني أنه يصح أن يرد على القياس، كأنه يقول وهو وارد معتبر على القياس، أي قادح معتبر يصح إيراده على القياس. قال ومحله قبل المطالبة، يعني هذا كأنه يقول ينبغي للمعترض على قياس المستدل في المناظرة أن يراعي الترتيب بين القوادح، ومن الترتيب أن يكون سؤال التقسيم قبل سؤال المطالبة، والمطالبة سوف تأتي إن شاء الله بعد هذا مباشرة، فلهذا قدمه المصنف عليه، مع أن أيضاً لم يقع الترتيب بين هذه القوادح على يعني الشكل المطلوب، والأمر يسير في هذا. الغرض هو أن تعرف هذه القوادح معانيها وأمثلتها وأحكامها. قال ومحله قبل المطالبة لأنه منع وهي تسليم، يعني لأن التقسيم منع، وهي أي المطالبة تسليم، ثم قال وهو أي التسليم، إذن كلمة وهي المراد به المطالبة، وقوله بعد ذلك وهو مقبول أي والتسليم،
والتسليم مقبول بعد المنع بخلاف العكس. يعني الآن إذا اعترض المعترض على دليل المستدل، هل يقدم المنع أو التسليم؟ يقدم ماذا؟ المنع. المنع ولا التسليم؟ المنع. يقدم المنع. قال ومحله قبل المطالبة لأنه منع. ما هو الذي منع؟ التقسيم. وهي تسليم، وهو أي التسليم مقبول بعد المنع. يعني أول يقول أنا لا أسلم، هذا معنى المنع، ثم يقول في الجواب الثاني سلمنا، ثم يجيب بجواب آخر. أما لو انعكس، لو سلم، لو قال في الجواب الأول أنا أسلم بما قلته، ثم جاء في الجواب الثاني قال أنا أمنع ما قلته، هل يصح هذا؟ ما يصح، لأنه إقرار بعد يعني إنكار بعد إقرار. في الأول، في الجواب الأول أقر قال سلمت، ثم قال في الثاني لا أسلم، فمثل هذا لا يصح في المناظرة. الإنكار بعد الإقرار لا يصح، فلهذا يقدمون المنع ثم التسليم كما ترون في الكتب، في أجوبة في الكتب الأصولية وحتى الفقهية. في الجواب الأول يقول أنا أمنع أو يقول لا أسلم، ثم يأتي في الثاني فيقول سلمنا، فالجواب كذا وكذا، يعني سلمنا جدلا يعني. ثم قال وهو الآن شرع في تعريف قادح التقسيم، فقال هو حصر المعترض مدارك أي طرق ما ادعاه المستدل علة وإلغاؤه ما ادعاه عليه جميعه. حصر المعترض الطرق، طرق ما ادعاه خصمه أنه علة، ثم يلغي جميع الطرق فيكون قادحا، لأنه يؤول أي يفضي إلى منع دلالة قياس الخصم على مذهبه، فهو يرجع إلى المنع كما ذكر المصنف. إذن قادح التقسيم يرجع إلى منع دلالة قياس الخصم على مذهبه. لماذا؟ لأنه يمنع علته أو يمنع جزء العلة، وإذا بطلت العلة بطل القياس. والأحسن، الأحسن أن يقال، والأحسن والله أعلم أن يقال في تعريف التقسيم هو ترديد اللفظ الوارد في قياس الخصم، ترديد لفظ وارد في قياس الخصم بين احتمالين، بين احتمالين متساويين في القوة مختلفين في الحكم، أحدهما ممنوع والآخر مسلم. أعيد، هو ترديد لفظ، يعني أن يردد المعترض لفظا واردا في قياس خصمه، أن يردده بين احتمالين، ترديد لفظ وارد في قياس الخصم بين احتمالين متساويين في القوة مختلفين في الحكم، أحدهما ممنوع والآخر مسلم. يأتي المعترض إلى قياس المستدل فيأخذ جزءا من يعني مقدمة من مقدمات دليله، ثم يردد هذا اللفظ، يعني بأن يقول لفظك كلامك هذا، اللفظة هذه الواردة في كلامك إما أن تريد بها كذا وإما أن تريد بها كذا، الأول ممنوع والثاني مسلم إلا أنه لا يفيدك، فهو في كلا الحالتين منع، في كلا الحالتين منع. سوف يظهر هذا بالمثال إن شاء الله، سوف تأتي الأمثلة. ثم قال وشرطه صحة انقسامه، شرط مبتدأ، الواو هو الاستئناف، وشرطه مبتدأ وخبره وكلمة صحة،
يعني وشرط هذا القادح أن يصح انقسامه. قال: وشرطه صحة انقسامه، أي ما ذكره المستدل، إلى ممنوع ومسلم. لا بد من هذا، لا يكون قادح تقسيم، أصلاً هو سمي التقسيم من هذا الاعتبار. فلو لم يصح تقسيمه إلى ممنوع ومسلم لم يصح هذا القادح أصلاً. لما؟ قال: لأنه يكون مكابرة. لما مكابرة؟ لأنه يكون منعاً لدليل خصمه بلا دليل، يمنع هكذا وليس لدعواه مستند، فما يصح هذا، وهذا معنى المكابرة. قال: وحصر الجميع، وحصر الجميع يعني بمعنى أن يكون تقسيمه حاصرا، كما اشترط في أحد طرق العلة الذي مر معنا وهو السبر والتقسيم، تذكرون؟ من شرطه أن تكون القسمة حاصرة، بأن يقول مثلا علة الربا إما الكيل أو الطعم أو الاقتيات، فتكون القسمة حاصرة، لأن إذا لم تكن حاصرة يكون الذي ربما يكون الذي تركه هو العلة، فلا يكون مثبتا للعلة. وهنا كذلك، أن يكون قوله قولك أيها المستدل كذا وكذا، إما أنك تريد به كذا أو كذا، الأول ممنوع والثاني مسلم، أن تكون فعلاً القسمة لا تخرج على اثنين، ولو ذكر ثلاثة ألا تخرج على ثلاثة عن ثلاثة. لما؟ لأنه ربما يريد شيئاً ثالثاً لم يذكره المعترض، وحينئذ لا معنى لاعتراضه بأن يقول لا أسلم هذا التقسيم لأنني ما أردت لا هذا ولا هذا، فلا يصح أن يكون قادحاً. قال: وحصر الجميع يعني كل الأقسام المحتملة أن اللفظ لا يخرج عنها، أن لفظ المستدل لا يخرج عنها، يأتي كل هذا إن شاء الله في الأمثلة. قال: والمطابقة لما ذكره، فلو زاد عليه لكان مناظرا لنفسه لا للمستدل، هذا الشرط الثالث. إذن أول صحة الانقسام وأن يكون القسمة في اثنين أو ثلاثة حاصرة، والثالث المطابقة. كيف المطابقة؟ يعني ما منعه ممنوع وما سلمه مسلم. أما أن يقول الأول ممنوع والثاني مسلم وليس الأمر كذلك، صارت هذه دعوة بلا دليل ما تقبل. قال: فلو زاد عليه لكان مناظرا لنفسه لا للمستدل. لو زاد يصير مناظرا لنفسه، يخرج عن موضوع المناظرة. كيف هذا؟ مثاله لو قال الحنفي في مسألة البكر البالغة هل تزوج نفسها أو لا، لو قال: امرأة بالغة عاقلة رشيدة فلا تجبر في النكاح قياسا على تصرفها في مالها، يعني يجوز تصرفها في نفسها فلا تجبر قياساً على تصرفها في مالها، فإنها تبيع وتشتري ولا تجبر في البيع. فيأتي المعترض ويقول: قولك عاقلة بالغة، هل تريد بها عاقلة بالغة وهي بكر أو عاقلة بالغة وهي ثيب؟ حتى يقول ممنوع ومسلم، فنقول هذا تقسيم مردود لعدم المطابقة. لماذا؟ لأن الخصم لم يتعرض في قياسه للبكارة والثيوبة، ما قال هذا، هو قال امرأة عاقلة بالغة رشيدة، فلم يتعرض في قياسه للبكارة والثيوبة، لا نفيا ولا إثباتا، وحينئذ ذكره يكون تقويلا للمستدل ما لم يقله، يقول أنا ما تعرضت لهذا أصلا، فكيف تقولني ما لم أقل؟ فمثل هذا لا يقبل. ثم قال: وطريق صيانة التقسيم، يعني ما معنى هذا طريق صيانة التقسيم؟ يعني التقسيم
ما دام أنه يمكن أن يكون مختلاً لما سبق من الشروط فهناك طريق يصونه عن أن يكون فاسداً. فقال: وطريق صيانة التقسيم أن يقال للمستدل: إن عنيت أي قصدت بما ذكرت كذا وكذا فمسلم، وإن عنيت بما ذكرت غيره شيئا غيره فممنوع. يعني ترديد اللفظ بين شيئين، أحدهما ممنوع والآخر مسلم ولا يفيده، يعني حتى لو سلم به الخصم لا يفيده في قياسه. مثاله: قال مثاله في الصحيح في الحضر، يعني الرجل الصحيح في الحضر هل يجوز له التيمم أو لا بد أن يكون التيمم في السفر؟ مسألة فيها خلاف بين الفقهاء. فلو قال المستدل عن الرجل الصحيح وهو مقيم وليس مسافرا، لو قال: هذا الرجل الصحيح وجد السبب بتعذر الماء فجاز له التيمم قياسا على المسافر، وضح القياس؟ الآن تعذر عليه استعمال الماء فيجوز له التراب أن يتيمم به قياسا على المسافر. فماذا يقول المعترض؟ يقول: السبب هل هو حين قلت وجد السبب ماذا أردت بكلمة السبب؟ هل أردت به، يعني قلت ماذا؟ السبب تعذر الماء، فماذا أردت بهذا؟ السبب تعذره مطلقا، تعذر الماء مطلقا، أو تعذره في سفر أو مرض؟ فالأول وهو تعذره مطلقا، ومعنى مطلقا يعني لا في سفر ولا في مرض، الأول ممنوع لماذا؟ لماذا ممنوع؟ لأن سبب التيمم ليس هو تعذر الماء مطلقا، والثاني مسلم، طبعا الكلام فيه حذف كما قلنا. والثاني مسلم وليس هو محل النزاع طبعا، والثالث ممنوع، يعني كأنه يقول ماذا؟ الأول ممنوع وهو تعذره مطلقا، والثالث ممنوع. لماذا؟ لأن الكلام في الصحيح. والثاني مسلم لكنه ليس محل النزاع. أوضح منه، يعني أوضح من هذا المثال، ما لو قال المستدل: الزكاة عبادة فلا تجب على الصبي. الزكاة عبادة فلا تجب على الصبي قياسا على الصلاة، فإن الصلاة عبادة ولا تجب على الصبي. فماذا يقول المعترض؟ قولك عبادة، إما أن تريد أنها عبادة محضة فهذا ممنوع، لأن الزكاة فيها معنى المؤونة فهي متعقلة ليست عبادة محضة، وإما أن تريد بها أنها عبادة غير محضة وهذا لن يفيدك، لأنها عبادة من جهة مؤونة من جهة أخرى، فهي واجبة على الصبي من جهة كونها مؤونة، وواجبة على الوصي من جهة كونها عبادة محضة، وحينئذ قياسك يبطل، ما يصح القياس في كل الأحوال. فهذا أوضح في المثال مما ذكره المصنف، والله أعلم. وضح القياس أو أعيده؟ نعيد ولا واضح؟ واضح؟ طيب. نعم. قال: وجوابه كالاستفسار. وجوابه يعني طريق الجواب عن، بعد أن عرفنا قادح التقسيم وعرفنا حكمه وشروطه ومثاله، فبقي
طريق الجواب عنه، فقال كالاستفسار. ولهذا هو يسأل يقول: ماذا أردت بكذا؟ أردت به كذا أو كذا؟ فهو في معنى قادح الاستفسار بأن يقول: إن لفظي يحتمل ما ذكرت من التقسيم، يحتمل ما ذكرت من التقسيم. كالحنفي لو قال مثلا في قتل الحر بالعبد: إنه قتل عمد عدوان، فيوجب القصاص قياسا على قتل الحر بالحر. فيقول المعترض: قولك قتل عمد عدوان، يعني تقصد به في الرقيق أو في غير الرقيق؟ يعني ماذا تعني به؟ في الرقيق أو في غير الرقيق؟ فماذا يقول المستدل؟ يقول: لفظي لا يحتمل هذا التقسيم الذي ذكرته، فيكفي في الجواب، لأنني ما تعرضت في قياسي إلى الرق وغيره، فهذا التقسيم ممنوع أصلاً ولا يرد علي. أو يجيب بأن ما ذكره أرجح مما ذكره خصمه، يعني أن لفظه راجح في أحد الاحتمالين المذكورين، كما قلنا في مسألة الزكاة حين قال عبادة، بأن يجيب المستدل فيقول: قولي الزكاة عبادة هو راجح في العبادة المحضة، إذا أطلقت العبادة يراد بها العبادة المحضة بالاستقراء، هكذا يقول يعني هو لو أجاب بهذا، فهذا هو ظاهر عبارتي وهذا هو الراجح، ومن ثم صح القياس، فلا تجب الزكاة على الصبي كما لا تجب عليه الصلاة. طيب بقي شيء؟ نعم نعم. لا، فجواب هذا القادح، الضمير في قوله فجوابه، أي فجواب هذا القادح، يعني طريق الجواب عن قادح التقسيم أن يكون كالاستفسار بأن يقول: لفظي لا يحتمل هذا التقسيم الذي ذكرته، أو يقول: يحتمله إلا أنه في الاحتمال الذي ذكرته أنا وبنيت عليه القياس أرجح مما ذكرته. نعم، من المستدل، أي من المستدل. نعم نعم، ونكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.